انخفضت أسعار بيع الذهب اليوم في السوق المحلية دينارا ونصف دينار للجرام الواحد، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا بين المواطنين 36 دينارا و70 قرشا. وبحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محال الحلي والمجوهرات ربحي علان، فقد بلغ سعر بيع الجرام من الذهب عيار 44 دينارا و20 قرشا، وسجل عيار 18 32 دينارا و60 قرشا للجرام. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا أمين سر النقابة العامة لأصحاب محال الحلي والمجوهرات ربحي علان. أهلا وسهلا بك سيد ربحي. إذا دينار ونصف اليوم وأيضا تقريبا ذات القيمة يوم أمس، يعني إلى أين يذهب الذهب في أسعاره؟ حقيقة مثل ما كنا نتوقع يعني في الأسابيع والأشهر الماضية، إنه عند وجود الحلول لفيروس كورونا راح تنتعش الأسواق الأسهم في العالم، لأنه مثل ما تعرف أخي الذهب ارتفع 800 دولار من 1250 ل 2073 نتيجة الرئيسية اللي هي جائحة كورونا. اليوم بعد ما عم تنوجد الحلول، إضافة أنه يعني الإدارة الأمريكية القادمة اللي راح تستلم إدارتها بشكل سلمي من الإدارة السابقة لإدارة ترامب، كل هاي الأمور أدت في الأسواق الأمريكية والأسهم الأمريكية إلى مزيد من الارتفاع، انعكست على أسعار الذهب. أنت بتعرف أنه الذهب يعني الشركات وصناديق الادخار العالمية بتشتري لغايات الملاذ الآمن. اليوم إحنا بنحكي أنه بتخلوا عن هذا الملاذ الآمن وبتجهوا للأسهم والسندات اللي بتشهد ارتفاع غير مسبوق. يعني الأسهم في أمريكا، أسهم الداو جونز صعدت لأرقام تاريخية فوق 30,000 نقطة، وهذا رقم تاريخي أدى للمستثمرين لبيع كميات من الذهب والتوجه لسوق الأسهم. نعم سيد ربحي، إذن يعني اليوم بظل هذه المتغيرات وتطورات العالمية على أسعار الذهب، وكما ذكرت مباشرة بأنها تأثرت بإيجاد حلول لفيروس كورونا أو حلول محتملة لفيروس كورونا، إذن يعني إلى أي حد سيستقر الذهب أو يمكن أن يصل سعر الذهب محليا؟ يعني حقيقة أخي الكريم إحنا ما بنتوقع أنه الذهب يرجع للأرقام السابقة، لأنه بتعرف في ظروف عالمية كبيرة وراء اقتناء الذهب كملاذ آمن، واليوم جزء كبير من البنوك السيادية وحتى دول في العالم اشترت الذهب لتدعم عملتها وتدعم الركود الاقتصادي اللي نتج عن جائحة كورونا. احنا متوقع انه ممكن يكون في انخفاض، بس الانخفاض راح يكون يعني محدود لغاية 1750 دولار للأونصة. المحللين في العالم بتوقع انه هذا الحد الأدنى اللي ممكن يوصل للذهب، والذهب راح يشهد نوع من الاستقرار في الأيام والأسابيع القادمة بانتظار أي شيء جديد بالنسبة لبيانات اقتصادية في أمريكا أو يعني حدث سياسي ممكن يهز أسواق المال في العالم ومنها الذهب. نعم سيد ربحي، إذن يعني عندما نتحدث عن 1750 دولار للأونصة الواحدة، كيف سينعكس ذلك على يعني إذا ما أعطينا أرقام تقريبية لأسعار الجرام محليا، كم يمكن أن يصل يعني مثلا الذهب 21؟ الذهب نعم الذهب يا أخي الكريم خلال الشهر الماضي سجل 39 لجرام ال 21 اللي هو أكثر مبيعا وشيوعا في الأردن في أسواقنا المحلية. ممكن الذهب ينخفض لغاية ال 35 دينار، يعني انخفاض تقريبا 4 دنانير للجرام الواحد خلال شهر. هاي الأرقام برضو احنا نتأمل انها تعزز مبيعات السوق اللي شهد ركود لم يسبق له مثيل من بداية يعني شهر 3 لليوم. انت بتعرف انه اسواق الذهب في المملكه تشهد ركود كبير حقيقه. يعني هذا هو السؤال، هذا هو السؤال اللي كنت يعني راح اسالك اياه، اللي هو فعليا اليوم في حال انخفاض اسعار الذهب ينتعش السوق المحلي؟ المفروض اخي، يعني المفروض انه تنتعش اسواقنا المحليه بكل اشكالها ومنها سوق الذهب، لانه الفتره الماضيه اللي يعني خلال الثمان شهور الماضيات كان الإغلاقات وكان الارتفاع اللي غير مسبوق بأسواق الذهب حد من طلب المواطنين على المعدن الأصفر. نعم أمين، الانخفاض بنتوقع أنه يصير طلب إن شاء الله. نعم أمين سر النقابة العامة لأصحاب محال الحلي والمجوهرات ربحي علان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.